السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي المغاربة، كنتمنى من الله كلشي يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. بزاف ديال الناس كيسولوا على فين وصلت الأمور ديال البروجي ديال 32 قطار. البروجي ديال 32 قطار تبارك الله غادي بواحد الوتيرة، واحد الوتيرة اللي مزيانة كيف ما كتشوفوا. البروجي ديال 32 قطار يمكن فين بين ثلاثه ديال الشركات تبارك الله اللي خدامين فيه. وكما كتشوفوا الشقاق راهم غاديين في تقدم، الا ان الشركه اللي كتبان لي متصدره من ناحيه ديال توفير الشقاق والتقدم في البناء هي الشركه ديال سوس ماجد، واللي غناخذها من واحد الزاويه في الجنبات ديال ميموزا. في الجنبات ديال ميموزا عندنا البروجي ديال قاطيني دور الصفيح ديال 32 قطار، واللي فيه 8000 بارطمان. وتبارك الله والله حتى داروا زوينه، واحد الديكور اخوتي دار زوين. غادي نقربكم منه دابا، لان ملي ما كدورش على الجنبات كاملين كيغفلوا علينا بعض المرات شي حويجات. اجيو نشوفوا. فكما كتشوفوا فهاد العمارات هادو اللي كيتبناو هنايا، فالبلاصه اللي فيها الدروج، البلاصه اللي غادي يكونوا فيها الدروج هابطين، فغادي يكون في هذا الشكل هذا كما كتوضح الصوره. غيكون عندنا هذا الشكل هذا هابط الديزاين. الله يسخر الامور يا ربي كما كتوضح الصوره تبارك الله. الاشغال راه كيبان لينا، العماره تقسمات، وكيبان لينا انه تمرطبات لداخل، مرطبو دابا من برا ومن ورا المرطوب من برا. غادي نشوفوا الصباغه وغادي نشوفوا الفينيسيو وغادي نشوفوا مجموعه من الامور. الله يسخر يا ربي. وكما كتشوفوا الامور راه غادي حتى الفوق، مقاده مع العرجه من الفوق ومقاده مع ميموزا من التحت. الله يسخر الامور. الى هنا متتبعينا الكرام، راه يتمنى نخليكم واحد الفيديو من الداخل. ما تنساوش الاشتراك والبارطاج باش يوصلكم الجديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.